بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان الكتابة بسرعة الصاروخ على الكيبورد، لوحة المفاتيح الطبيعية العادية اللي هي متصلة بالكمبيوتر أو الموجودة مع اللابتوب. كلامنا النهاردة مع الناس اللي هم بيتعاملوا مع اللابتوب أو مع الكمبيوتر بي سي ده اللي بنشتغل عليه فترات طويلة لساعات وساعات، وبنكتب عليه كده المشاريع والاشياء والاكواد والبرمجة والكلام ده. ازاي نتعامل باحترافية مع لوحة المفاتيح؟ ازاي نتعامل معاها يعني كما ينص الكتاب؟ يعني زي كده اشوف، ابص على الشاشة واكتب من خلال لوحة المفاتيح من غير ما ابص على اصابعي، من غير ما استخدم صباع واحد، لا بستخدم العشر اصابع يمين ويسار. الكلام ده كله هنعرضه في الفيديو الحالي مع نصائح عامة، قواعد عامة، وأيضا هنعرض بعض المشاريع التطبيقية اللي هتساعدنا في التعامل ده. يعني خليك معايا لآخر الفيديو إن شاء الله، لأن فيه طبعا نصائح هامة بنقدمها في الفيديو الحالي. ولكن طبعا بندعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر جرس التنبيهات، وكمان ادعمنا بمشاركة الفيديوهات. بص على لوحة المفاتيح كده اللي هي الصورة اللي معانا حاليا دي. معانا يعني في هنا صف ارتكاز اللي هو بيبدأ ب A S D E F G H، الصف ده اسمه صف الارتكاز، ماشي. والصف اللي أعلى منه ده بيكون الصف العلوي، والصف اللي أسفل ده صف أسفل من صف الارتكاز، وطبعا في صف الأرقام. كل لوحات المفاتيح في العالم بتشترك في هذه المواصفات، وكمان بتشترك في توزيع الحروف. طبعا انا بتكلم عن لوحة المفاتيح المتوصلة في الكمبيوتر، ماشي، او اللي هي مع اللابتوب. ماليش علاقة بلوحات المفاتيح الاندرويد اللي هي على الشاشة بتاعة الموبايل، اللي كل موبايل له لوحة مفاتيح كده قد تكون فيها بعض الاختلاف عن غيرها. لا، ملناش علاقة بالموبايل والاندرويد والكلام ده. انا يعني عاوز اتعامل باحترافية مع لوحة المفاتيح العادية اللي بنكتب عليها الاكواد بتاعتنا. نعمل ايه؟ لو حضرتك رحت لوحة المفاتيح دي، المفروض ان كل صباع من صوابع حضرتك كده له مكان مخصص. ما ينفعش ان صباع يروح يتعامل مع حرف يعني مخصص لصباع تاني. انت بتحط ايدك على لوحة المفاتيح، اول صباع بتلمسه لو انت عندك بالانجليش يبقى حرف الاف ده وحرف الجي جي ده، ماشي. الصباعين دول هنا. وتعال نروح للعربي كده نشوف القصة ايه. لوحة المفاتيح العربية اللي هي الب ده والت ده، انا عايزك تبص عليهم دلوقتي. روح عندك كده وحط ايدك، المس حرف الب اللي هو المفروض انه اف يعني، ماشي، بالانجلش، والمس حرف الت اللي هو جي، تمام. المس الحروف كلها بالراحة كده، هتكتشف ان الحرفين دول فيهم حتة بلاستيكية كده زيادة كده، حتة من معدن من الخامة بتاعة لوحة المفاتيح بارزة قليلا، بروز قليل خالص، ماشي، تحت خالص، شرطة صغيرة كده فين، في أسفل الحرف ده من تحت كده، عشان صباعك اللي هو خنصر بنصر وسط سبابة، السبابة ده يلمسه من هنا والسبابة ده يلمسه من هنا. يبقى من غير أنا ما أبص على لوحة المفاتيح، أنا بحط صوابعي على لوحة المفاتيح وأنا بص على الشاشة، وأفضل ألمس الزراير كده المفاتيح دي لحد ما أوصل للحتة البارزة دي أحط صباعي عليها. يبقى ده المحس ده او المكان ده اللي انا بروح مباشرة من غير ما ابص على لوحة المفاتيح. احط صباع السبابة ده على الت وعلى الب، تمام، وبعدين ارص صوابعي التانيين في اليمينا ويسارا، يعني ت نون ميم كاف دول الاربع صوابع دول، وب ي س ش الاربع صوابع اللي هم على اليسار. بعد ما لمست المفاتيح بتاعتي كده، لوحة المفاتيح اهوت، كل صباع المفروض ان ليه اماكن معينة او ازرار معينة بيتعامل معها، تمام، ازرار معينة هي هنا في الرسمة دي متلونين اهوت، وببدأ اتعامل مع الازرار من خلال الصوابع بتاعتي. ولكن شيء مهم للغاية، شيء مهم للغاية، لو عاوز تتعلم الكتابة باحترافية خد مني النصيحة دي الان، امسح كل الكلام اللي مكتوب على الزراير. يعني لو الزراير بتاعت لوحة المفاتيح، المفاتيح بتاعت لوحة الكيبورد دي مكتوب عليها بالعربي او ملزوج عليها الحروف، ملصق عليها الحروف اللي هي الف وب وت وس والحروف ديت، ماشي، وسين وشين والكلام ده، روح احذف كل الازرار دي، كل الليبل اللي ملصقة على المفاتيح على الزراير.
ولو هي مطبوعة عليها مكتوبة حاول تمسحها كده بأي مزيل يغطي الكتابة دي أو يمسح الكتابة دي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني امسح الحروف اللي مكتوبة على لوحة المفاتيح كلها سواء عربي أو إنجليزي، خلي لوحة المفاتيح كده مسح ما فيهاش أي كلام. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ده يعني نصيحة مهمة للغاية لأي حد عاوز يتعامل باحترافية مع لوحة المفاتيح. مش عاوز تبص على لوحة المفاتيح، اجبر نفسك على كده. ازاي اجبر نفسي على كده؟ امسح كل الحروف كل الارقام كل الكلام اللي مكتوب عليها، فانا مضطر عيني لو راحت عليها مش هعرف اصلا هي مكتوب عليها الا ان الكلام ممسوح، فكده عيني مش هتروح على لوحة المفاتيح. الهدف ان انت عينك على الشاشة مش على لوحة المفاتيح. الشاشة ها معمولة عشان ابص عليها، انما لوحة المفاتيح معمولة عشان اتعامل معاها من خلال صوابعي مش هبص عليها. تمام، فما تبصش على لوحة المفاتيح. طيب اعمل ايه كمان؟ ماشي، تعمل ايه كمان؟ هبدأ ان انا اتعود اكتب او اتعلم اكتب كلمات بسيطة، كلمات بسيطة وليكن اسمك مثلا. انت لو اسمك محمد اكتب ميم ح ميم د ميم ح ميم د ميم ح، طبعا اول مرة هتكتبها غلط ماشي، وما انتش عارف الحاء فين وما انتش عارف الميم فين، وما تكتبش غير بتستخدم الصباع اللي هو خاص بالحرف ده، يعني الصبعين السبابة على المؤشر، وابدأ انت اتحرك كده ماشي. طيب وفي كلمات بسيطة وسهلة خالص، مثلا كلمة بيت ب ي ت ب ي ت ماشي، كلمة زي يعني مثلا من إلى، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب سبحان الله، اكتب الحمد لله، بس ما تكتبهاش مرة واحدة، اكتب مئات المرات. افتح مستند الوورد واكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم كبير عليا صعب عليا في البداية، يبقى اكتب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كم مرة؟ 20 30 سطر. وبعد كده لما تلاقي نفسك خلاص انت اصبحت متقن للكلمة دي، اكتب الرحمن الرحمن الرحمن، وبعد كده اكتب بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن، وهكذا كل مرة بتزود كلمة او اكتب اسمك او اكتب معلومة معينة. كمان من ضمن النصائح ان انت تخصص وتحدد وقت للعمل ده، للمشروع ده، للشغل ده، للمهارة دي، ما تسيبهاش كده يعني لما اكون فاضي هبقى اكتب شوية. لا غلط، اي مهارة عاوز تتعلمها دايما دايما حاول ان انت تخصص لها وقت، والبداية تكون الان. البداية امتى؟ الان، لان البداية دائما هي نصف الطريق، البداية هي نصف الطريق. فابدأ وخطط لنفسك كده، الان سأبدأ، والنصف ساعة ده او الساعة ده محدد ومخصص لتعلم التايبنج، الكتابة على لوحة المفاتيح او الكيبوردنج زي ما يعني يقال. فاكتب وحدد الوقت، بص في الساعة، الساعة 3 بالظبط، يبقى الساعة 3 والساعة 4 بالظبط هتوقف، يبقى عندي 60 دقيقة من العمل على لوحة المفاتيح. لو هتفضل في 60 دقيقة دول تكتب نفس الكلمة، ولكن أنصحك نصيحة تانية لأن الموضوع ده ممل للغاية ماشي، هتحس بملل كبير بعد ما تبدأ تكتب. فيعني اربط نفسك بحد. ازاي اربط نفسي بحد؟ احنا اصلا في وضع حظر وكورونا ومش عارف ايه والناس في البيوت وما بنطلعش، اربط نفسي بحد اونلاين. عندنا على الجروب بتاعنا دهوت في الفيسبوك جروب ملتقى معلمي مصر ماشي، هنا انا هضيف بعض النصائح وبعض التوصيات. طبعا اعمل انضمام للجروب ده رائع، ولو عندك اي مشكلة يعني الناس بتتفاعل كلها لحل المشكلات ومساعدة وتقديم يد العون وغيرها ماشي. انا من النهاردة ان شاء الله انا عن نفسي هبدأ اكتب منشور هنا ماشي، كتابة سورة البقرة، هبدأ اكتب النهاردة كل في كل تعليق صفحة من سورة البقرة ماشي، او سورة آل عمران او سورة النساء، سورة الكبيرة الطويلة دي ماشي. فهكتب في التعليقات كل تعليق عبارة عن صفحة صفحة، انت اعمل تعليق هنا او اعمل بوست هنا اكتب فيه مثلا معلومات عامة، نصائح، هل تعلم، من اقوال الحكماء، فكاهة طرفة، واكتبها من غير ما تنظر الى لوحة المفاتيح، اتعلم الكتابة فيها، من جد وجد، من زرع حصد، اكتبها 10 مرات في التعليقات بتاعتك. ايه المشكلة؟ اعمل لنفسك بوست هنا واربط نفسك بيه. كمان اكتب صورة زي صورة مثلا صورة الاعلى، صورة الغاشية، صورة النبأ
ماشي، اكتب يعني بعض النصائح، تمام، اكتب تعليقات، اكتب تعليقات على الاشياء دي، وكمان اربط نفسك بينا. هعمل ان شاء الله في الجروب ده هعمل بعض المنشورات المهمة والنصائح اللي بتساعد في موضوع التايبنج، وايضا موضوعات كتير خالص بنحاول نعالجها في الفيديو او في الجروب بتاعنا ده. كمان من ضمن النصائح اللي بنحاول نقدمها في الفيديو الحالي، بنأكد طبعا على الوضع الصحيح لجسم الإنسان في خلال التعامل مع الكيبورد، إزاي تكون يعني استقامة العمود الفقري، وضع اليدين، وضع المرفق، الرأس هيكون لامس لوحة المفاتيح ولا لا، وضع الشاشة بالنسبة للرأس هل تكون أعلى ولا أسفل أو إيه. كل النصائح دي هنحاول نعرضها إن شاء الله، وهنحاول نقدمها في الجروب اللي هو جروب ملتقى معلمي مصر. كمان من ضمن الأشياء المهمة إن فيه تطبيقات على الكمبيوتر، ويعني ألعاب كده، جيمز وحاجات من دي بتخليك تتعود على لوحة المفاتيح وتكتب عليها. يعني فيه تطبيقات تدريبية للتايبنج ده، ولكن يعني أغلبها بالإنجليش وفيها بعضها بالعربي، ولكن يعني فالأهم أو الأكثر فائدة إن أنت تتفاعل معانا وتخليك معايا كده واحدة واحدة، ماشي، وهنتعاون كلنا في إننا نكتب ونتعامل بسرعة وبمهارة مع لوحة المفاتيح. النصيحة الأولى سريعا، خصص وقت للكتابة، والوقت ده يكون محدد ببداية ونهاية. النصيحة الثانية، ابدأ الآن. النصيحة اللي بعد كده، احذف او امسح كل الكلام اللي مكتوب على مفاتيح لوحة المفاتيح سواء بالعربي او بالانجليش، عشان الحاجة ام الاختراع، ماشي. انت لما تكون مضطر ان انت تكتب على لوحة مفاتيح ما فيهاش ارقام هتعرف وهتتعلم، انما طول ما هي مكتوب عليها الحروف والارقام فعينك هتخدعك وهتروح تبص على الحرف، وهيتم يعني ان انت بتخدع نفسك كده. فحاول ان انت تعمل الاشياء دي. النصيحة المهمة اللي بعد كده، انضم لجروب ملتقى معلمي مصر، وايضا ضيف زملائك واصدقائك للجروب، واربط نفسك بالمجموعة الطيبة من الأعضاء، وتفاعل واكتب كل التعليقات، واعمل يعني انشر لنفسك بعض المنشورات المفيدة، واكتب في تعليقاتها بعض المعلومات او الحكم او الأشياء بدون ان تنظر الى لوحة المفاتيح. عذرا على الإطالة، اشكر لكم المشاهدة الطيبة، انتظرونا دائما في كل ما هو مفيد وجديد. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.